تطبيق ببرنامج الكهرباء القروية الشمولي للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضل السيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، لا أحد ينكر المجهودات المبذولة في سبيل وضع وتنفيذ عدد من المشاريع وبرامج واستراتيجيات قطاعية تنموية، وأهمها برنامج الكهرباء القروية والتي وصلت نسبته أكثر من 95%. لذا نسألكم السيد الوزير عن الاستراتيجية التي سيتم تنزيلها لتعميم وتنزيل وتزويد العالم القروي بالكهرباء الشمولية مع مراعاة الإشكالية السكانية والخصوصيات الجغرافية كإقليم تونات وأظلال نموذجا. شكرا السيد الرئيس. جوابكم السيد الوزير، تفضلوا. المغاربة جميعا يشهدون أن بلادنا الحمد لله في الماء والكهرباء وصلنا إلى مستويات قياسية. ممكن لي نقول لكم بدون مبالغة، الآن أصبحت يعني قضية المغرب فيما يتعلق بالكهرباء في العالم القروي مدرسة في العالم، والآن راه بدينا كنديروا تكاوين لكثير من الدول يعني الشقيقة والصديقة في هذا المجال. طبعا الكمال لله مازال عندنا خصاص، ولذلك في البرنامج ديال الفوارق الاجتماعية والمجالية راه غنمشيو للدوائر اللي تبقت. انا عندي الان الاحصائيات يمكن لي نسلمها للساده النواب اقليم باقليم، شحال من دوار مازال، شحال من عدد ما يسمى بالمنازل اللي مازال، وشنو هو الان الصفقات التي اطلقت والصفقات اللي الان نعدها باش يمكننا ان شاء الله نوصلوا ل 100%. لكن بغي نقول السيدات والساده النواب المحترمين، العالم القروي كان كيطلب الاناره بمعنى يعني باش، ولكن الان ولا كيطلب الخدمات الاقتصاديه، بمعنى غندوزوا لبرنامج اخر لتاهيل الشبكه الكهربائيه باش نستجبوا للانشطه الاقتصاديه المدره للدخل في العالم القروي. تعقيب السيد، تفضل. شكرا سيد الرئيس. اولا كنتمنوا هذا المجهود اللي كدير الحكومه، وكنبغيكم تداركوا التاخر اللي يمكن وقع في عدد من الجماعات القرويه. نعطي مثال في اقليم اسفي، جماعه المعمره المراسله. ثانيا، من بين الاهداف الاساسيه ديال هذا المشروع هو ان المواطن القروي يستفيد من الربط. اللي كنسجلوا السيد الوزير هو انه هذاك الشرط اللي دايرين انتم في المسطره ديال الاستفاده اللي كتعلق بشهاده الربط اللي كتعطيها رئيس الجماعه، كتعرفوا بان هذا الموضوع كيدخل فيه حسابات ضيقه انتخابويه. وكنعطي مثال نموذج عن جماعه كزوله باقليم اسفي، حارمين اليوم المواطنين، ولذلك كنطالبوكم باش تعدلوا في المسطره اللي هذه مساله تنظيميه وتخليوا الناس يستافدوا من الكهرباء، لان هذا حق للجميع. ثانيا، هذوك الاتفاقيات التكميليه، واحد العدد ديال الجماعات اللي هي ضعيفه، ما خاص الصندوق اليوم ديال محاربه الفوارق الاجتماعيه يتدخل باش يدعم هذه الجماعات القرويه. ثالثا، خاصكم تفعلوا السيد الوزير القانون ديال الطاقات المتجدده، وتسمحوا اليوم للمواطنين والخواص باش ينتجوا الطاقه ويدخوها في الشبكه ديال. اخيرا السيد الوزير، هناك عدد من الاختلالات في الصيانه ديال هذه الشبكه، وكذلك في تسهيل ماموريه الفوتره وتسهيل الاداء بالنسبه للمواطنين. كنطلبوا منكم تسهيلوا المسطره. وشكرا السيد الوزير. تعقيب اضافي، تفضلوا. السيد الوزير، المذكره الوزاريه الخاصه بالعداد المشترك ما كيستافدوش منها الناس ديال العالم القروي بالعرائش، خاصه جماعات العوامره. ملي كيمشيو يتقدموا الناس بالطلب نتاع اسره كبيره في نفس المسكن، ما كيرخصوش لهم باش يستافدوا من العداد، وكيقولوا له الا كان دار فوق دار ولا بيس فوق بيس يمكن له يستافد، اي تقسيم العمودي مقبول ولو في العالم القروي، في حين الافقي ما مطلوبش، وكتبقى تستمر هذاك الناس اللي ساكنين في ديك الدار كيأديو بالفواتير العاليه. فهل من حل هذا المشكل؟ وشكرا. تفضلوا السيد الوزير. انا بهذه النقطه الاخيره سبق لي صرحت ببعض الارقام، كنبغي ناكد بانه احد الاسباب ديال الغلاء ديال الفاتوره هو انه مجموعه من العائلات في العالم القروي داخل المدينه كيكون عندهم عداد واحد. فلما كيكون عندهم عداد واحد كيدخلوا في الشطر الثالث والرابع والخامس، وبالتالي كيكون غالي. الان نشتغل مع وزاره الداخليه باش يولي يعني هذا الشيء ناخذوه بعين الاعتبار، وان يعمم حتى تولي كنقسموا على العائلات، وبالتالي غيولي كيدخلوا في الشطر الاول والثاني اللي ان شاء الله غادي يكون مخفف من ناحيه التكلفه بالنسبه للمواطنين. الامر الاخر فيما يتعلق بتحسين الشبكه، نعطي واحد الرقم. اليوم حجم الاستثمار من الان الى 2020 في الكهرباء 106 مليار ديال الدرهم. 106 الطاقات المتجددة، يعني لكي باش 8 المليار ديال الدرهم كلها خاصة بتحسين الشبكة. ولذلك أنا جاهز إلى كانوا السادة البرلمان الأقاليم مع السادة العمال أعطيونا فين كاين إشكال ديال الشبكة، لأن هناك ميزانية ضخمة مرتبطة، لأن ما كاينش استثمار بدون تحسين الشبكة، لأن هذيك الطرق ملي غدوز منها الكهرباء.
فيما يتعلق بالطاقه المنتجه للمواطن عنده الحق، راه كثير من الفلاح الان بداو كيستعملوها وكيعوضوه بوطاغاز، بمعنى كيمشيو للطاقه المنتجه القانونيه يسمح. فين كاين الاشكال؟ هذاك الشيء اللي بقى واش يعطيوه يبيعوه، هذا خصو واحد الترتيبات لان كاين توازن. ثم ايضا شروط ديال الربط، راه حنا مع وزاره الداخليه باش نسهلوا العمليه. المواطن كيسكن كيقري ولادو، عنده شهاده السكنه محسوب، عنده شهاده اداريه، كيصوت نهار الانتخابات، ما يمكنش منعوه، تيخص تكون واحد المسطره، وحنا مع وزاره الداخليه باش نبسطوا هذه العمليه لجميع المواطنين ان شاء الله. شكرا.